بيتين جاب الموت والدكتور جاب المرض. في يوم من الايام انا داخل احدى الاقسام عندي بلاغ عن لوحه، والمهم ردوني من هنا ومن هنا. يوم جيت للعسكري مع واحد وسولف وياه وصلح له مع نفس الشيء، فاقد لوحه. انا ما رادين بي، جيت لما قلت سيب الحلال. المهم يوم انه خلص وقال له واذا بغيت انا في المستشفى الفلاني، ان بغيت ملف وان بغيت علاج وان بغيت شيء ابد مستعد، هذا تليفوني عندك. قلت والله انا عذره ما عندي لا تليفون لا انا، ما دام الدعوه تفاول بالمرض الا ما نفع علاجه ولا مواعيده ولا ملفاته فدق علي، ترى ايش اعرف كل المغاسل. قال شلون؟ قلت والله هذا ما الرجال يقول لك تعال تفاول عليك بالشر وتسمع له، وانا موقفني رادني وجاي لمك الاول ورديتني. الان انا اقول ترى ما نبقال عنها شوي، هو يعني ساعد هذاك، هو يعني ساعده وصلح له الاوراق. انا جيت لما قال لا روح جيب ورقه من المدير وروح ابن حلال. صلى على النبي، تعتبر حاله فرديه وممكن لا تقيس عليها حتى انا اقول احنا نقول انها بس من باب الدعابه لا اكثر. انا اقول لو يعني بدون على قولهم لانها دعابه وجت مع موضوع ثاني، انا ودي على قولهم صلوا على النبي. لا يعني الامر عادي فردي يا ابو فردي وجت صلوا على محمد.